بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم عالمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوستين. في الحلقة دي بإذن ربنا هنكلمكم عن الجزء الأخير من الأسينيون، من هو من الأسينيون، والجزء اللي هو التالت اللي هو الجزء الأخير في الأسينيون هنتكلم فيه على الدرجات العضوية بالنسبة لمجموعة الأسينيون واعتقادات الأسينيون. الدرجات العضوية هي 4 درجات. أول حاجة طالب الدخول للعضوية في الأسينيين بيدوله معولا ومجرفة وثوب أبيض، وبيتم امتحانه لمدة سنة في مختلف أنواع الأشغال. المبتدئ بعد مرور سنة يرتقي الطالب إلى مرتبة المبتدئ، فيشرع بالاختزال والانضمام إلى جماعة المصلين المتعبدين. بيفضل على حال سنتين حتى يستطيع التقرب للمائدة، يبقى سنة في طلب الدخول وسنتين في المبتدئ. الدرجة الثالثة المتناول، بعد مضي سنتين المبتدئ يتقرب من المائدة المقدسة، هي تناول من طعام الغذاء المقدس مع الجماعة، ويبدأ في التدرج لمعرفة الأسرار الأسينية. بعد كده قيام باليمين، بعد انقضاء المدة المحددة يقسم الأسين اليمين أمام الجماعة بأنه ملتزم بالطاعة طول العمر، من رأس الجماعة وتعامل بالعدل والاحتشام كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكتم الأسرار عن الغرباء، ويقاوم الشر ويمتنع عن الربح القبيح، ويقاوم الشر يدافع يعني، ويبتعد عن الحق الأذى بالغير، ويسعى لعمل الخير ويمارس تقوى الله والعدل نحو الناس. يبقى الجماعة دي مختلفة عن الجماعة اللي احنا نعرفها. دول الجماعة حاطين الأسينيين في بالهم الخير. طب ايه اعتقادات الأسينيين؟ كتير، هنذكر منها. واحد، يعتقدون بوجود روحين في العالم، روح النور وروح الظلام، روح الخير وروح الشر. الاعتقاد التاني، يؤمنون بالقضاء والقدر بالرغم من اعترافه بالإرادة والحرية. الاعتقاد الثالث، يؤمن بخلود النفس التي تذهب بعد انفصالها عن الجسد، إن كانت صالحة إلى ما وراء الأوقيانوس حيث لا ثلج ولا عاصفة ولا برد ولا حر. أما النفس غير صالحة فتذهب إلى هو مظلمة ذات عواصف هوجاء وعذابات خالدة مبرحة. الاعتقاد الرابع، يحترمون موسى النبي احتراما كبيرا، حتى أنهم جعلوا مقامه بعد الله، ومن يجدف على اسم موسى كان يحكمون عليه بالموت. الاعتقاد الخامس، حياة الشركة فامتلاك الثروة أمر مكروه، ومن ينضم إليهم عليه وضع كل ما يمتلكه ليصبح جزءا من ممتلكات الجماعة كلها، وحتى تختفي مظاهر الفقر أو الغنى بين الجماعة. يعني كان عندهم حياة اشتراكية عظيمة. الاعتقاد السادس، حياة الصلاة والأمانة والدقة والسلوك النقي وضبط النفس والقصد في الاتفاق والتواضع والقناعة والمحبة والرحمة، وفي إحساسهم القوي جدا والمساواة بين الأفراد وروح المشاركة. باختصار زي ما ذكر فيلو، محبة الله، محبة الفضيلة، محبة الناس. سنة 68 قاد الرومان عليهم وعلى ديارتهم بوادي قمران قبل القضاء على أورشليم، والناجون منهم خبأوا قبل هربهم مخطوطتهم في كهوف وادي قمران. ده اللي احنا شرحناه قبل كده في حلقات كتيرة، هتلاقوا كمان قائمة اسمه مخطوطات وادي قمران، وهتلاقوا قوائم تشغيل باسم المسيحية واستعادتها في الكتاب المقدس فيها الكلام ده. بعد كده انقسموا لقسمين، واحد الاسم الأبيونيين وهو الاسم الذي جلبوه معهم من لغتهم النسكية، أبيون بالآرامية تعني الفقير أو المسكين. سلم سائل طوبى المسكين بالروح لأن لهم عقود السماوات، فمتى 5:3. 2، المجموعة اللي انقسمت اللي انضموا ليوحنا المعمدان صاروا يسمون أنفسهم بالبندائين، أي أصحاب المعرفة. ويمكن نعتبر الأسينية هي مزيج من اليهودية ومن العناصر الشرقية كالفارسية والهندية والوثنية واليونانية. وبكده نهينا
الفرق الثالثة الدينية من الفرق الدينية عليها ليه؟ للتأكيد حضراتكم لما تخشوا على كلمة على القناة وتلاقوا كلمة فيديو تلاقوا ترتيب الفيديوهات على حسب رفعها على القناة، هتقدروا تلاقوها كلها مرتبة ورا بعضها، وممكن من قائمة التشغيل تلاقيها مترتبة ورا بعضها. رقم محبة مشاركة الفيديو على اللايك، أشوفكم فيديو جديد مع الفرقة الجاية الرابعة فرقة الكتبة، وربنا يستر. شكرا جزيلا.